السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. النهاردة بإذن الله هنكمل lesson 2، I think ده lesson 2 يعني، في ال concept 4.1 اللي معانا إن شاء الله في منهج مارس، تمام؟ طيب خلي بالكم إن ال concept ده كامل كامل علينا في شهر مارس، تمام؟ فعايزين نركز سوا، تمام؟ طيب حلو قوي، عرفنا ان انا عندي حاجه اسمها جرافيتي، صح كده؟ قلنا يعني ايه جرافيتي؟ والله يا دكتور دي الكلمه دي خدناها ايه من السنه اللي فاتت اصلا، انها معناها ها الجاذبيه، صح كده؟ ووريت اه وريتكم ازاي لو احنا على القمر ولا كده، الراجل كان نقطه الميه بس لوحدها كده، نقطه الميه ماشي، ما ايه ما كانت بتقع منه، تمام؟ يعني احنا مثلا لو عملنا كده، لو شفنا اهو مثلا، لو وريتها لكم اهو، حتى اوريها لكم تاني اهو، ثانية واحدة، بصوا فاكرين الراجل ده؟ بصوا كان، بصوا نقطة المية، هل احنا نقطة المية بتعمل كده؟ ها؟ انت بتفضل كده ماشي ورا نقطة المية كده؟ ولا عندنا أول ما تفتح الإزازة بويس تلاقيها وقعت على الأرض منك؟ صح؟ صح؟ زي ما شفنا كمان الراجل إيه؟ اللي بياكل السندوتش ده؟ بصوا 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 سايب الكيس إزاي؟ استنى شوف 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 السندوتش، شوف انت لو السندوتش طار منك كده ده انت تقعد تعيط يا ماما، صح؟ تخيل حتة الفرخة تطير منك كده. بص 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 الورقة بتعمل ازاي، احنا كده ولا تلاقيها ما صدقت ان هي انطلقت وايه ووقعت على الارض، وقع على الارض على طول، صح؟ اه يا دكتور، بتقع على الارض على طول، يبقى ده نتيجة ايه؟ ها ده نتيجة الجرافيتي، تمام تمام طيب نكمل. طيب عرفنا، اسال بقى الناس اللي كانت موجوده، المفروض الناس اللي كانوا مش موجودين كمان كانوا ايه؟ سمعوا الحصه، صح كده؟ ما نشوف بقى اخرتها انتوا عملتوا ايه. اسال بقى ادم سامح، انت رفعت ايدك نعم صح يا كده؟ ميس. قول لي يا ادم، هو لما الماس يزيد الجرافيتي تزيد ولا تقل؟ تزيد. تزيد، برافو. فاكر انا قلت ايه في الحصه لما شبهتها لك؟ أيوة، قلت ايه؟ الجرافيتي، اه إن الجرافيتي بتحب الميث، لكن الجرافيتي مش بتحب الديستانس. برافو. طب فاكر المثال اللي يضحك اللي انا قلته ايه؟ جيم بتحب محمد، صح وجيم بتحب مش بتحب دودو. صح برافو اكسلنت. صح، قلنا ان الماس لما وزني بيزيد كانك بقى وانا وقلت لكم ان انا 100 كيلو، صح؟ لو 100 كيلو يعني، والله انا مش 100 كيلو، والله والله مش هنا كده ماشي، وايه وصاحبتي 50 كيلو، صح؟ احنا الاتنين وقعنا، تمام؟ هتعرفوا تشيلوا مين اسرع، انا البالونه دي هتعرفوا تشيلوا مين اكتر، مين اسرع، تحس هي صح بتخف ريشه كده تعرف يعني تشيلوها على طول، انما انا تحس ان الارض حلفت ايه ما تسيبني، صح؟ تحس ان الارض شداني قصادكو، صح؟ كان الارض بتقول حبيبتي حبيبتي والله ما انتوا سايبينها من هنا، لا حبيبتي دي ما تسيبوهاش، صح كده؟ صح. يبقى ايه؟ يبقى الماس لما increase الجرافيتي بتزيد، بت increase، لكن الديستانس المسافة دي دي عاملة زي كأن المغناطيس كده، تمام؟ هو انا لو بعدت عن الارض قوي الارض هتشدني بسرعة، ولا لما بكون قريبة اكتر ها هتشدني اسرع اكتر؟ ازاي؟ لما اكون قريبة منها، صح؟ تمام. ودي برضه ده بص من الاخر، سواء كان حوار الماس او حوار الديستنس دول ليهم قانون في الثانويه العامه هتاخده ان شاء الله باذن الله، تمام؟ دي هيكون ليها قانون. اوكي طيب ماشي، طيب جميل قوي ماشي، يلا بينا. يبقى اتفقنا ساعتها وقلنا ايه؟ قلت اسال سؤال، همسه raise your hand،
قولي لي يا همسة، هي الجرافيتي لازم انا اكون على الارض عشان تأثر فيا، ولا عادي تقدر تأفكت عليا، تأثر عليا حتى لو حاجة بعيدة؟ Raise your hand. I think النت عملها عندها ومشي. النت عندها قطع فجأة. تمام. طب مين؟ ها حد يرفع ايده تاني؟ طيب قولي يا سيف. حضرتك مش عايز اشوف سؤال تاني. مترفع ايدك على اساس ايه؟ تاني قلت لك، هو انا الحاجه الايرث بتاثر على الجرافيتي بتاعتها، لازم تاثر على لازم تاثر على حاجه على السيرفس بتاعها، ولا ممكن حاجه بعيده؟ لا ممكن حاجة بعيدة. ممكن حاجه بعيده. ماشي، زي ايه؟ حاجة بعيدة زي ايه؟ زي المون. المون. برافو، زي المون. قلت عرفنا ان الايرث والمون عندهم constant distance، مسافة ايه محددة. برافو يا همسة، مسافة ايه محددة. تمام، حلوة قوي. طب لو المون بعد عن الارض، ايه اللي يحصل؟ الجرافيتي هتعرف تأثر عليه لو بعد عن الارض اكتر؟ twice. ايه اللي هيحصل؟ ها، لا ده الاتراكشن ما بينهم، التجاذب ما بينهم، الجرافيتيشنال فورس ما بينهم becomes smaller، صح؟ لما الديستنس زادت الجرافيتي قلت، مش احنا قلنا الاتنين عكس بعض؟ تمام. طيب اللي بقى كان غايب في الدرس ده لازم، وحتما وباتمان وباتمان وكله، ايه لازم أنا يروح كنت يسمعه غايبة. ضروري، لازم يسمعه ضروري، مش هزار. تمام، طيب حلو قوي. تعالوا بقى ناخد الجزء اللي جاي ده، ملوش علاقه باللي فات قوي. تمام، عشان الناس اللي ايه كانتش حاضره لازم تروح تسمع الدرس اللي فات ضروري. اوكي، والدرس الاولاني كان سهل، احنا خدناه في لينك واحد وكان تلت ساعه. اوكي طيب، تعالوا بقى سوا، عايزكم شاطرين. ليه؟ عشان عايزين نخلص الحصه النهارده سريعه. النهارده الحمد لله اول يوم رمضان، يعني ليله اول يوم رمضان. تمام، النهارده هنتسحر عشان نصوم في اول يوم رمضان. ما ننساش قبل اي حاجه ان الشهر ده ربنا جايبه لنا ليه. ربنا دلوقتي انتوا عارفين ان سيدنا نوح وكده كانوا بيعيشوا يعني 900 سنه و800، كتير كتير، بيعيشوا سنين كتيره قوي. ايه ده؟ طب ما كده اكيد الشخص مثلا اللي كان عايش 1000 سنة وكان بيصلي ويصوم ويعبد ربنا بقى كويس، طب مش كده هياخد حسنات اكتر مني؟ احنا ما بنعديش 100 سنة يا دكتور، يعني اللي يعدي 100 ده يعدي 90 من زغرت، صح ولا غلط؟ ربنا بقى سبحانه وتعالى عمل لنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ايام في السنة وشهور زي شهر رمضان والكلام ده كله. ليه بالذات شهر رمضان؟ علشان يضاعف لك الحسنات بتاعتك. تمام؟ يعني انت اما تقعد تقول استغفر الله استغفر الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله، وتقرأ قرآن والكلام ده كله، كل ده يقعد يزود حسناتك كتير كتير كتير، لان احنا عايزين نخش الجنة في الاخر. احنا هنستفيد بحاجة في الدنيا دي؟ احنا مش هنستفيد غير بعملنا الحلو ومذاكرتنا اللي احنا بنذاكرها دي قبل ما نبدأ نذاكر. اقول كده يا رب انا اخلص النية ليك، يعني يا رب نيتي ان انا وانا بذاكر علشان افيد ديني وافيد بلدي وافيد كل حاجة، وتبقى ايه، تبقى المذاكرة بتاعتي دي لوجه الله. تمام، يبقى اجتهادي ده انا باخد عليه حسنات وحلوة. تمام، يبقى احنا عايزين لا ده بدأ للألف حسنة، ده انت بتاخد يعني انا مش متذكرة بالظبط الرقم، بس بتاخدها اضعاف مضاعفة. تمام، يعني بجد الحاجة اضعاف. تمام، انا مش عايزة بس اقول حاجة تطلع مني غلط عشان ما تحسبش عليها. تمام، عايزين ان احنا نظبط الدنيا في رمضان
بالنسبة للتراويح مثلا وعندنا حصص او كده، والله مثلا انت نفسك تروح الجامع، انت ممكن تروح تصلي بس تبقى معاك ساعة او الموبايل، بعد ما تخلص مثلا ايه ركعتين ولا حاجة تبص في الموبايل، تمام، بعد كده تشوف انت صليت قد ايه وتروح تكمل في البيت الباقي، تمام، يبقى انت بتوازن ما بين الاتنين، خلاص كده يعني مش لازم نصلي التراويح كلها في الجامع، تمام يا شباب، خلاص عايزين نتقي الله في السنة بتاعتنا ودراستنا، وده كلام بقوله لي انا قبل ما اقوله لكم، يعني انا نفسي اذاكر عشان عندي امتحان، ماشي، والله عندي امتحان بعد بكره نفسي اذاكر، ماشي، فانا قلت لا لازم اخلص النية لله وابقى احسن، وان احنا نكون كويسين ونبطل شتايم عشان لساننا ده اللي يودينا في داهية، ولا تقول ايه، ولا تقول له يا رخم، ولا يا ابني الترابنتيت، ولا تتيت وتيت تيت تيت، هتاخد ايه سيئة ورا سيئة ورا سيئة لحد ما ايه تتشلوح في جهنم كده وكده غلط، ماشي، اتفقنا، عايزين نكون نتعلم، سيبكوا حتى من الساينس اهو، شفت انا بعدت عن حوار الحصة ازاي، بس علشان الشهر الكريم ده ربنا يا رب يجعله كل سنة عليك وانت بتجيب حسنات اكتر، انت مش هتكون احسن غير بحسناتك، ربنا هيفرج لك كل حاجة بحسناتك، تمام، حسناتك وشغلك بقى الكويس في اللي انت بتعمله، يا سلام على بركة ربنا، تحس ان انت قريت السؤال مرة، سمعت الحصة معايا سبت ما شاء الله، واحد بقى تاني يخطي يمسك الدرس مرة واثنين وثلاثة، يبقى انت ربنا بيديك بركة حتى في ايه، في المذاكرة، تمام، اتفقنا، اوكي، خلاص، فعايزين نتقي الله ونكون حلوين ونقعد نقرأ قرآن، اوكي، والدنيا تكون كويسة، تمام، يلا بينا، قولي يا يوسف سؤالك. قولي يا يوسف. بس لسه جاي من الصلاة، حضرتك بتاعتي؟ لا انا رجعت على الحاجات اللي قلتها المرة اللي فاتت بس، تمام، طيب حلوة قوي، طيب قولي يا مهدي سؤالك، قول مش ايه. ممكن بس حضرتك المرة اللي فاتت اديتني اللي هو الصفحة اللي فاتت كده حضرتك تحت مالها؟ خالص، اه أيوه هي دي، هي دي بقى لما يكون decrease وانكريز دي، اه فعايز لما تكون دي تكون increase دي increase زيها، لما تكون دي decrease دي ايوه decrease زيها، لا لا دي عكسها، سوري دي increase انا عشان بس كنت عايزه تفتكرها وانت في افهم السؤال، هتجيلك كذا مرة كده وانت هتعرفها متقلقش، تمام، قول يا محمد عيد سؤالك، قول. بالنسبة للحصة اللي فاتت انا كنت حاضرها ما جاوبتش فيها خالص، يعني حاضر، حضرتك ما احنا اصلا ما كناش حلينا عليها، فما تقلقش يعني، قول يا محمد يوسف، يلا. هو مس يعني حضرتك مس يعني انت لسه بقى يعني انا الدرس اللي احنا خدناه كنت معاك في الحصه اللي حضرتك قلتيه، فانا ما حلتش عليه الواجب. مش مشكلة، هناخده النهاردة بقى ونحل عليه، اوكي، طيب يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا يا شباب، ايه الفورسز؟ يعني ايه فورس؟ يعني ايه فورس؟ فورس يعني قوة، ايه ده بقى؟ هو انا اقول منين ان الراجل ده قوي مثلا؟ تعالوا عشان افكر، خليك ما تنساش الديفينيشن، تنساش القانون، ماشي، اقول منين الراجل ده قوي؟ ها والله ده زقني حته زقاه خرابي عليه، ايده زي المرزبه، ماشي، عمل بوش ليا، والتاني يقول لي ايه، لا ده سحبني، بص سحبني سحبه، سحلني سحله، ماشي سحبني، اوكي، يبقى يعني ايه فورس؟ عباره عن pull or push that is applied to an object، ان انا ازق او اسحب، ازق او اسحب اي object، تمام، ايه ده، انتوا خلي بالكم فاكرين في رابعه ابتدائي لما خدنا ان الجسم هيفضل مكانه طول العمر لحد ما تيجي فرصه تاثر عليه، يبقى علشان الثينجز تموف تتحرك لازم يكون في force، يبقى forces are needed to make things move، صعبة دي، لازم force عشان الحاجة تتحرك،
افتكر، مش انا قلت لك انا 100 كيلو صح؟ كل شويه اعمل كده برضه، برسم نفسي شبه الصرصار برضه. ماشي، مش انا قلت لكم ان احنا لازم لازم انا عشان واحد يحركني ماشي، ها هيزق صح، يبقى انا عشان اموف مش لازم تديني فرصه تحركني صح. بوش اور بول، بوش اور بول، بوش اور بول، تمام. طيب حلو قوي، جميل، ماشي نكمل. فالفورس تعرفها ايه؟ بوش اور بول، يبقى لما زق ايه ده، بوش اور بول يزق او يسحب، اه ده قوي قوي، ده كده قوه، يبقى اسمها فورس، تمام. حلوه قوي، جميل. انت ممكن تحتاج فورس ويك صغننه علشان احرك عربيه لعبه صح؟ يعني لو هفت عليها كده ممكن الفورس بتاعت الويند، الويند ايه، الفورس بتاعت الهواء بتاعتك من بقك، تمام، الفورس اللي طلعت نتيجة الهواء بتاعت بقك تزقها صح. لكن انت تقدر يا باشا تعمل كده مع العربية، ولا محتاج more force علشان الكار او الريل كار ان انت تحركها؟ محتاجة ريل كار، محتاجة great force، انا محتاجة كار فعلا، محتاجة عربية، تمام. خلاص، يبقى تاني، يبقى الفورس تعرفها ايه؟ كده الصوت ظبط صح؟ الصوت ظبط، ماشي. الفورس تعريفها ايه؟ بوش اور بول. لو جيت اقول لك تعريف الفورس ايه ولخبطت انت حر، اتفقنا؟ طيب يا مسهل، انا بشوف بقى مين كان مركز معايا، لان بجد هزعل اول محدش كان مركز. خلاص، طيب تيجي بقى ناخد انواع الفورس. ها عندي كام نوع؟ تلاتة. هاخد النهارده تلات انواع للفورس، ماشي؟ طيب حلو قوي، حلو. تعالوا، مش انا قلت لك تعمل كده صح وتحرك العربية؟ طب فاكرين بقى الويند توربين؟ ها الصوت بيقطع ولا تمام؟ بيقطع ولا تمام؟ تمام، حلو، جميل. طيب الويند توربين ايه دي؟ اه يا دكتور، دي كانت بتاعه كده موجوده بنولد عن طريقها الكهرباء صح، الهواء بيزقها. ها الصوت تمام ولا ايه؟ تمام، ماشي، تمام. طيب الناس تمام وتمام وحش، ماشي يا مزاح. اوكي طيب، يبقى نكمل اهو. الويند توربين، الويند توربين هي عبارة عن ايه؟ والله يا دكتور الويند توربين دي عبارة عن زي مروحة كده، مش المروحة عليها دراعات، الدراع ده اسمه ايه؟ بليدز. الدراع ده اسمه ايه؟ بليدز، ماشي. البليدز دي مين بيزقها؟ الست الوالدة اللي بتزقها ولا هي؟ ست الحبايب اللي بتزقها ولا مين؟ ولا الويند؟ الويند، برافو، الرياح، الايه، الويند اللي بتزقها، تمام. فالويند بوش تزق البليدز بتاعت الويند توربين، كنا خدناها في سنة رابعة اللي كانت بنولد عن طريقها الكهرباء صح كده؟ يبقى الكوز، السبب، مين اللي عمل اللفة؟ الويند. طب الإفكت بتاعها، تأثيرها إيه؟ الويند لما زقت البليدز، ويند توربين بليدز موف، اتحركت. صعبة دي؟ فيها صعوبة؟ يبقى خدنا الفور، زي أنت ما إيه، ممكن تزق العربية كده صح؟ سهلة؟ يبقى الويند توربين لفت، لفت عن طريق مين؟ البليدز بتاعت الويند توربين لفت عن طريق الويند. يبقى معلش يا محمد عيد، قول لي كده، معلش ممكن تقول لي دي كده معناها ايه تاني؟ تشرحها لي كده تاني سريعا، تعرف؟ صحيح، الويند توربينة، ايه؟ أصبح الويند توربينة، سامعة.
قولي يا منى اشرحي لي معلش كده الجزء ده تاني. حضرتك بتقولي إن ايوه الويند بتدفع البليدز اللي هي الأزرق أو الريش ده، برافو تمام، اللي هي الويند توربين، برافو اكسلنت اللي هي برافو. تور يبقى مين الفورس اللي دقته؟ مين اللي دقها؟ مين اللي دق الويند توربين؟ الويند. برافو اكسلنت حلو. يبقى التأثير اللي حصل ان الويند توربين بليدز اتحركت. برافو تمام كده. خلاص يا شباب كده وضحت عشان اللي ما كانش واخد باله. يبقى احنا اتكلمنا على فوق على فورس قوة حاجة تزق او حاجة تسحب. اه دي الويند زقت الريشة بتاعت الايه كان نازل بتاعت المروحة دي او الدراع بتاع المروحة بتاعت الويند توربين ده ماشي فاتحركت. سهلة اظن ما فيهاش حاجة واظن الصوت واضح النت عندي تمام حاليا. تمام طيب نكمل. طب ايه كمان؟ ايه الفرصة كمان؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوعى في الحتة اللي بتجيلك في الامتحان وانت بتبقى زي الايه؟ إيه 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 إيه. الحاجة الحلوة ماشي؟ ايه بقى هي؟ الماجنتيزم. اسمها ايه؟ ماجنتيزم. يعني ايه ماجنتيزم؟ ما انا مش عايزة اقول اي حاجة وحشة عشان احنا وصلنا في رمضان بقى، احنا مش هنشتم في الايه في بعد الفطار او حاجه ماشي، خلينا حافظين لساننا طول الشهر ماشي. الماجنت الماجنت ايه الماجنت اللي هي المغناطيسات. مغناطيس عارفين المغناطيس اكيد صح. طيب هو انت شايف الفرس دي شايفها؟ ها لا. هل انا شايف الحاجات اللي هي المجال المغناطيسي اللي حواليه؟ لا. تمام يبقى خلي بالك ان الماجنت هاز المغناطيس عنده. ركز هنا ركز هنا والله هجيبها لكم في الامتحان المره الجايه. هاز ماجن از ا كايند اوف انفيزيبل فورس. عنده نوع من القوه انفيزيبل يعني مش هتعرف تشوفها لا يمكن رؤيتها مش هتشوفها that cannot be seen. يبقى معنى invisible يعني ايه؟ برافو يا همسة غير مرئي ما اعرفش اشوف تمام لكن بشوف تأثيره. ما اعرفش اشوفه بس اشوف تأثيره تمام حلو. بمعنى يعني ايه الكلام ده؟ والله ده مثلا المغناطيس بتحط مثلا الدبوس هنا ما يزقهوش صح؟ بيبقى المغناطيس حواليه مكان مجال معين كده. يعني ايه مجال؟ حواليه يعني اريا معينة ماشي؟ حواليه كده هي دي اللي يقدر يسحب الحاجة عليها ماشي؟ فانت لو انت حاطط دبوس هنا ما جاش حاجة. طب لو حاطط دبوس هنا برضه مش هيسحبه. اول ما تحطه هنا تلاقيه ايه جري. اوكي طيب حلو قوي جميل. طيب ركز هنا بقى ركز هنا انا هوريكو حاجة ماشي هوريكو حاجة. انا عايزة اوريها لكم هنا. بصوا أظن الحركة دي هتبقوا كلكم شفتوها أصلا. بص أنا قافلة الصوت بتاع الإعلانات إزاي عشان اللي فيه أغنية ما اسمعهاش. طب احنا بنتفق. بص بقى أنا عايزة أجيب لكم فيديو حقيقي. أنا عايزة أجيب لكم فيديو حقيقي. آه ماشي. بصوا
بصوا، مش المفروض المغناطيس والمغناطيس يقربوا لبعض؟ بص بيبعد ازاي؟ بص لما عكسها قرب. بص، خلي بالك، الجزء اللي انت ما يكون معاك مغناطيس لو انت قلبته، يعني جربها تو مغناطيس من الصيدلية اللي هو بيبقى اتنين لونهم اسود ده، في لو حركة لو انت قلبتها او جبت اتنين مغناطيس زي بعض هتلاقيهم بيبعدوا عن بعض خالص، لكن لو اتنين مختلفين بيقربوا على بعض. بصوا كده اهو، بصوا شوف، يعني المفروض المغناطيس انا عارف ان هو بيسحب، صح؟ بيسحب الحاجة، لكن خلي بالك انه اوقات بيبعد الحاجة. تمام، بصوا هنا المفروض يقربوا لبعض، بص اللي هيحصل، بص بيبعد ازاي، وهنا هيبعد برضو كده، قرب اهو. ايه ده بقى؟ اه ده دي بقى، تعالوا كده نبص في الدرس، تعالوا بصوا. يبقى كده خلي بالك ان الماجنتيزم اللي هي الايه الخاصية بتاعت المغناطيس دي مالها؟ ركز هنا، بكرر انا هلعب لك في الحته دي في الامتحان وهو اللي بيلعب لك فيها، ماشي؟ الماجنتيزم يعني ايه؟ عباره عن فورس، صح؟ مش دي نوع من انواع الفورس؟ ها احنا اول فورس خدناها كانت الويند، طب هنا بقى اه ده الفورس ده، دي فورس برضه اوف اتراكشن. يعني ايه اتراكشن؟ انجذاب اور ريبالشن. يعني ايه ريبالشن؟ ريبالشن يعني ايه؟ يبعد، شينج اوي يا عم، اوعى يا عم اوعى كده، ماشي؟ ريبالشن يبقى دي عكسها، عكس الايه الاتراكشن، ماشي؟ يبقى it is a force. يقول لي الماجنتيزم is a force of attraction only. ها انت شفت المغناطيس بيعمل attraction only؟ ها قولوا لي في الشات فين. برافو برافو، ايوه كده تمام. يبقى ما بيعملش ريبالشن بس، صح؟ ده بيعمل اتراكشن اند ريبالشن اور ريبالشن، يا كده يا كده، ماشي؟ يبقى يا بيعمل اتراكشن يا بيعمل ريبالشن، يعني بوشينج اواي، يزق بعيد، between two magnets، ما بين اتنين مغناطيس او between magnet and object، او مغناطيس وحاجة تانية. اوكي، هكمل لكم في اللينك الجاي باقي الدرس. اوكي، واللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. بنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتبعتوا لي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي. يلا يا شباب، هبعت لكم اللينك الجاي.